بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. هنبتدي حلقتنا النهارده بالبطوله اللي انتهت، البطوله العالميه اللي انتهت يوم الجمعه الماضي، كاس العالم للانديه وتشريف النادي الاهلي للكره المصريه والعربيه والافريقيه في هذا المونديال العالمي اللي كان بيطلق فيه اسم النادي الاهلي المصري. ولما نقول النادي الاهلي في كاس العالم للانديه يعني بنقول خير سفير للكرة المصرية والعربية والأفريقية. لما بنتكلم عن تاريخ مونديال الأندية بنتكلم عن 9 مشاركات للنادي الأهلي، بنتكلم عن أجيال مختلفة، بنتكلم عن تاريخ كبير اتسطر في هذه البطولة للنادي الأهلي اللي ابتدى في 2006، وكنت أتشرف إن أنا أكون موجود واحد من هذا الجيل اللي احنا بدأنا في كأس العالم للأندية في 2005، وفي 2006 قدرنا نحصد أول ميدالية برونزية، إلى أن أتى هذا الجيل. ولازم هذا الجيل نديله حقه، كابتن محمود الخطيب منذ أن تولى رئاسة النادي الأهلي وهو كان دايما بيشتغل إزاي يكون عند النادي الأهلي فريق قوي يقدر يكسب بطولة أفريقيا مرة أخرى بعد أن غابت 7 سنوات، ويرجع النادي الأهلي على منصات التتويج العالمية، إلى أن أتى في 2020 في كأس العالم للأندية في الدوحة وقدر النادي الأهلي يحصد الميدالية البرونزية الثانية، وفي 2021 في الإمارات، وفي 2023 في السعودية، وكانت قارة آسيا يعني وشها وش السعد على النادي الأهلي. بنتكلم عن 4 ميداليات برونزية للنادي الأهلي كلهم في قارة آسيا، في اليابان، في قطر، في الإمارات، في السعودية. تاريخ كبير جداً للنادي الأهلي، ولازم أقف عند هذا الجيل، الجيل اللي بقول لحضراتكم بدأ الكابتن محمود الخطيب وكل القائمين في النادي الأهلي على كرة القدم إزاي يعملوا جيل كبير يحصد بطولة أفريقيا ومن بعده يروح لكأس العالم للأندية للمونديال، اللي بحط دايما النادي الأهلي يعني في مكانة كبيرة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم 7 سنين كان غاب النادي الأهلي عن النهائي الأفريقي. لما شفنا الجيل الحالي ما شاء الله، دايما في ناس بتقلل من النجاح ودايما في ناس بتنتقد اللعيبه، لكن رسالتي هنا لعيبه النادي الاهلي لازم تكونوا فخورين بنفسكم وفخورين بالنادي الاهلي انكم بتصنعوا وبتسطروا جيل كبير. انا دايما ما بحبش المقارنات ما بين الاجيال، كل جيل ليه ظروفه، ليه زمانه، ليه امكانياته علشان يقدر يحصد البطولات. شفنا في الثمانينات وبدايه انطلاق الجيل الذهبي للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، كانت الامور صعبه جدا والسفر صعب جدا، لكن قدر يقص شريط افتتاح النادي الاهلي للبطولات الافريقيه. جه بعديه اجيال ثانيه قدرت تحصد بطوله افريقيا، نفس الحال لكاس العالم للانديه. انت لما بتتكلم عن نادي بحجم النادي الاهلي بتتكلم عن 4 ميداليات برونزيه في كاس العالم، حدث فريد، حدث كبير جدا. علشان كده لازم الجيل الحالي وكل الأجهزة الفنية اللي اشتغلت قبل كده، سماء مستر مانويل جوزيه، موسيماني، والأخير كولر اللي ما شاء الله ماشي بخطى أكثر من ممتازة مع النادي الأهلي، لازم تكونوا فخورين باللي بتقدموه واللي هيفضل في تاريخكم أولا ثم تاريخ النادي الأهلي. شوف النادي الأهلي كمان ما بنتكلمش عن المشاركة السنة دي، ده النادي الأهلي كمان حجز في 2025 مكانه وسط أو وسط الكبار في كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية في 2025 هيكون في أمريكا بمشاركة 32 نادي، لكن كلهم أندية كبار، كلهم أندية من العيار الثقيل، سواء في أفريقيا، سواء في أوروبا، سواء في أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، سواء في آسيا. هنشوف مونديال أو كأس عالم للأندية هيكون مختلف، لكن